بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى سورة الأحزاب، قال: مكية، وهي 73 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة قال: يا أيها النبي، لم يقل في ندائه يا محمد كما قال في نداء غيره من الأنبياء، قال يا موسى يا عيسى يا داود، بل عدل سبحانه وتعالى إلى قوله يا أيها النبي، وذلك إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال في موضع آخر يا أيها الرسول. وفي موضع آخر في سورة محمد، في سورة الفتح أظن، لما قال الباري عز وجل عدل عن الوصف إلى الاسم، عدل الباري عز وجل عن الوصف إلى الاسم، فقال محمد رسول الله، محمد رسول الله. نعم. وكذلك قال في موضع آخر وما محمد إلا رسول. لماذا في هذين الموضعين أتى باسمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال العلماء: أتى باسمه هنا ليعلم الله عز وجل الناس أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال محمد رسول الله، محمد رسول. ليه؟ قال يخبر الناس بأن محمدا هو رسول الله عز وجل، لكي ينادوه بذلك، كي يقولوا يا محمد يا رسول الله. فهو من باب تعليم، يعني خبر فيه تعليم للناس بأن محمدا رسول الله، فلا تقول له يا محمد، وإنما قولوا محمد رسول الله، يا رسول الله. فهذا من باب التعليم، كي يدعونه فيما بينهم بهذا الاسم. أخبر في موضع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس بأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. قال مقاتل: وذلك أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد أحد وبعد الهزيمة، فمروا على عبد الله بن أبي المنافق، فقام معهم عبد الله بن أبي، لعله في حرف عطف وسرح، وطعمة ابن أبيرق، أظن هنا في واو في حرف عطف،
والله أعلم. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له اترك ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة في الآخرة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه إذن لي في قتلهم. فقال قد أعطيتهم الأمان فلم يأذن له بالقتل وأمره بأن يخرجهم من المدينة. فقال لهم عمر اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فنزل يا أيها النبي اتق الله. وقال مقاتل في رواية الكلبي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وجد بن قيس فتكلموا فيما بينهم. فلما اجتمعوا في أمر فيما بينهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه إلى أمرهم وعرضوا عليه أشياء فكرهها منهم. فهم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يقتلوهم. فنزل يا أيها النبي اتق الله. طبعا هنا معنى قول الباري عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله يعني دم استمر على تقوى الله عز وجل. فالأمر بالتقوى هنا المراد من الأمر بالتقوى هنا الثبات عليها والازدياد منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأتقياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يقال بالأصل، يعني بالأصل كلمة اتق الله لا تقال إلا لمن صدرت منه زلة، معصية، خطأ، أو يعني قد يصدر منه مثل هذا الأمر فيقال له اتق الله ولا تفعل. فهنا كلمة قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، قال العلماء المراد بها الأمر بالاستمرار على التقوى. حتى قال الأنبياء، حتى قال عفوا العلماء قالوا التقوى مراتب، التقوى مراتب، والإنسان لا يزال يزداد في مراتب التقوى كلما ازداد مراقبة لله سبحانه وتعالى. كما يقول الباري عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على الإسلام كي تلقوا الله عز وجل وأنتم مسلمون. إذا الأمر بالتقوى هنا في حق النبي عليه الصلاة والسلام المراد منه الثبات والاستمرار على التقوى. قال ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم إلى المدة ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما دعوك إليه. ويقال إن المسلمين أرادوا أن ينقضوا العهد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم. فنزل يا أيها النبي اتق الله في نقض العهد. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأراد هو وأصحابه، ألا ترى أنه قال في سياق الآية إن الله كان بما تعملون خبيرا، ثم قال إن الله كان عليما بما اجتمعوا عليه، حكيما حيث نهاك عن نقض العهد وحكم بالوفاء. قوله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك، يعني بما في القرآن، إن الله كان بما تعملون خبيرا من وفاء العهد ونقضه. طبعا هذا في الخصوص، وإلا
إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذه عامة تشمل كل ما يصدر من العبد في ظاهره وفي باطنه، وكما مر معنا في أكثر من موضع إن الله كان بما تعملون خبيرا، هذه فيها وعد ووعيد، وعد ووعيد. وتوكل على الله يعني ثق بالله وفوض أمرك إلى الله تعالى، وكفى بالله وكيلا يعني حافظا وناصرا. قرأ أبو عمرو بما يعملون بالياء على معنى الخبر عنهم، وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه. قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال مقاتل نزلت في جميل ابن معمر ويكنى أبا معمر، وكان حافظا بما يسمع، يعني كان إذا سمع شيئا حفظه بمجرد السماع، وأهدى الناس للطريق، يعني يعرف إذا مر في طريق حفظه وما نسيه، فيحفظ طرق الناس، طرق البلدان، طرق الأمصار، يحفظها جميعا، أحفظ الناس يعني طريق البلدان. وكان مبغضا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يقول إن لي قلبين أحدهما أعقل من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكان الناس يظنون أنه صادق في ذلك، حتى كان يوم بدر فانهزم وهو آخذ بإحدى نعليه، يعني يحمل نعلا بيده ونعلا برجله والأخرى في رجله، حتى أدركه أبو سفيان ابن حرب وكان لا يعلم بذلك، حتى أخبر، يعني ما الذي كان لا يعلم؟ هذا أبو معمر كان لا يعلم، لم ينتبه أنه يحمل نعلا بيد والأخرى برجله، لم ينتبه إلى ذلك، وكان لا يعلم بذلك حتى أخبر أن إحدى نعليه في أصبعه والأخرى في رجله، فعرفوا أنه ليس له قلبان، لأنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده والأخرى في رجله. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، فقال المنافقون لو أن له قلبين أحدهما في صلاته والآخر مع أصحابه، فنزل قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وروى معمر عن قتادة قال كان رجل لا يسمع شيئا إلا وعاه، فقال الناس ما يعي هذا إلا أن له قلبين، وكان يسمى ذا القلبين، فنزلت هذه الآية. وروى معمر عن الزهري قال بلغنا أن ذلك في شأن زيد بن حارثة، ضرب الله له مثلا يقال ليس ابن رجل آخر ابنك،
كما لا يكون لرجل آخر قلبان. وذكر عن الشافعي رحمه الله أنه احتج على محمد ابن الحسن قال: ما جعل الله لرجل من قلبين، يعني ما جعل الله لرجل من أبوين في الإسلام. أن المذهب عندنا أحبابنا لو أن مجهول النسب، مجهول النسب، غلام مجهول النسب، ادعاه رجلان، ادعاه رجلان ثبت نسبه منهما، ثبت نسبه منهما. فيروى أن الإمام الشافعي احتج على محمد بن الحسن بأن أنه لا يوجد أبوان لرجل في الإسلام بهذه الآية، يعني لا يجوز أن يثبت نسب صبي واحد من اثنين. ولكن هذا التفسير لم يذعن به أحد من المتقدمين، يعني لم يقبله أحد من الإمام الشافعي. فلو أراد به على وجه القياس لا يصح، لأنه ليس بينهما أن يقاس القلب على الأب، عفواً الأب على أن يقاس الأب على القلب، لأنه لابد أن القياس أن يكون هناك جامع بين المقيس والمقيس عليه، والآن لا يوجد جامع يجمعهما. قال: لأنه ليس بينهما جامع يجمع بينهما. وذكر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أن جارية كانت بين رجلين جاءت بولد فادعياه فقالا: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه. ثم قال الله عز وجل: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني هذه المرأة التي تقول لها أنت مثل أمي ما جعلها الله أمك، لم تكن أمك. قرأ عاصم: تظاهرون بضم التاء وكسر الهاء والألف، يعني مع إثبات الألف، بإثبات الألف، لأن الألف لا تكسر هنا بالذات، إذا سبقت بفتحة لا تكسر. تظاهرون، فهنا بضم التاء وكسر الهاء يعني وإثبات الألف. وقرأ ابن عامر: تظاهرون بنصب التاء والهاء وتشديد الظاء مع الألف. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: تظهرون بنصب التاء والهاء بغير ألف والتشديد. وقرأ حمزة والكسائي: تظاهرون بنصب التاء والتخفيف مع الألف. وهذه كلها لغات، يقال ظاهر من امرأته وتظاهر وتظهر بمعنى واحد، وهو أن يقول لها أنت علي كظهر أمي. فمن قرأ تظهرون بالتشديد فالأصل تتظهرون، فأدغمت إحدى التائين في الظاء وشددت. ومن قرأ تظاهرون فالأصل، أو من قرأ تظاهرون فالأصل تتظاهرون فأدغمت إحدى التائين. ومن قرأ بالتخفيف تظاهرون حذف إحدى التائين ولم يشدد للتخفيف كقوله تساءلون، والأصل تتساءلون. والآية نزلت في شأن أوس بن الصامت حين ظاهر من امرأته، وذكر حكم الظهار أو ذكر حكم الظهار في سورة المجادلة. ثم قال الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم،
نزلت في شأن زيد بن حارثة حين تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكما لا يجوز أن يكون لرجل واحد قلبان، فكذلك لا يجوز أن تكون امرأته أمه، ولا ابن غيره يكون ابنه. ثم قال: ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني قولكم الذي قلتم زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم قلتموه بألسنتكم، والله يقول الحق، يعني يبين الحق، ويأمركم به كي لا تنسبوا إليه غير النسبة، وهو يهدي السبيل، يعني يدل على طريق الحق، ويقال يدل على الصواب بأن تدعوهم إلى آبائهم. وروى أبو بكر ابن عياش عن الكلبي قال: كان زيد بن حارثة مملوكا لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فوهبته خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه، فكانوا يقولون زيد بن محمد، فنزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، يعني انسبوهم لآبائهم، فقالوا زيد بن حارثة، فادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله عز وجل، فإن لم تعلموا آباءهم، يعني إن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم، فإخوانكم في الدين، أي قولوا ابن عبد الله وابن عبد الرحمن، ومواليكم، يعني قولوا مولى فلان وفلان. وكان أبو حذيفة أعتق عبدا يقال له سالم وتبناه، فكانوا يسمونه سالم بن حذيفة، فلما نزلت هذه الآية سموه سالما مولى أبي حذيفة. ثم قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني أن تنسبوهم إلى غير آبائهم قبل النهي، هذا لا حرج عليكم به. ويقال ما جرى على لسانهم بعد النهي، لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك، يعني لما نهى الباري عز وجل عن أن يدعى الرجل لغير أبيه، فربما اعتادوا أن يقولوا زيد ابن محمد، فإذا قال أحدهم لزيد يا ابن محمد خطأ، قال لا حرج في ذلك، أن لسانه اعتاد هذا الأمر. قال: لأن ألسنتهم قد تعودت بذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني ولكن الجناح فيما قصدت قلوبكم بعد النهي. وروي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى ناسيا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن ينفث عن يساره ثلاثا، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنهم اعتادوا الحلف بهذه الكلمات، فربما تجري على اللسان كلمة من الكلمات التي اعتادها الإنسان قبل النهي، فلا حرج عليه بذلك. ثم قال: وكان الله غفورا رحيما، يعني غفورا لمن أخطأ ثم رجع، رحيما بهم. ثم قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني
ما يرى لهم رأيا فذلك أولى وأحسن لهم من رأيهم. فاختيار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لك هو أعظم وأفضل من اختيارك لنفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقال معناه النبي أرحم بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني كأمهاتهم في الحرمة. لاحظ قال كأمهاتهم في الحرمة، يعني لا يجوز وإن كانت عائشة وحفصة وخديجة إلى آخر ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا أمهات لنا، لا يجوز لها للواحدة منهن أن تظهر أمام واحد من عامة المؤمنين كما تظهر الأم أمام ابنها، لا يجوز هذا. وإنما هن أمهات لنا للمؤمنين في الحرمة فقط، كما أمك محرمة عليك، محرم عليك نكاحها، كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهن محرمات على جميع المؤمنين. هذا المراد إيش؟ وأزواجه أمهاتهم فقط في الحرمة، لا في كل ما تشمل هذه الكلمة من متعلقات. قال وذكر عن أبي، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه، أنه كان يقرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال في رواية الكلبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الناس، فكان يؤاخي بين الرجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله. فكان التوارث في البداية بين المؤمنين من حيث ما من الجهة التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فمكثوا في ذلك ما شاء الله حتى نزلت هذه الآيات وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الذين آخى بينهم، فصارت المواريث بالقرابات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ولي كل مسلم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلى الله وإلى رسوله. فأمر بصرف الميراث إلى العصبة. ثم قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إلى أوليائكم يعني من توالونهم، إلى أوليائكم يعني من توالونهم من المؤمنين ومن توادونهم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب. أنت أردت الآن الميراث يكون للقرابات وللعصبات، ولكن أنت تريد أن تفعل معروفا أو صلة لواحد أجنبي ممن تحبه من إخوانك المؤمنين، لا حرج بأن توصي له، لا حرج بأن توصي له. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني إلا أن يوصي له بثلث ماله. يعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث وغيره، يعني حتى في المعروف أولو الأرحام القرابات أولى
بكل شيء من المعروف من غيره. لكن إن فعلتم مع غير الأقارب من الأرحام، مع غيرهم ممن تحبونهم في الله عز وجل، ممن توادونهم في الله، لو فعلتم معهم خيرا، أعطيتمهم مالا، أوصيتم لهم، لكم ذلك ولا حرج في هذا، ما لم يعد هذا بالضرر على لذلك جعل الشارع الوصية في ثلث المال فقط. وقال مقاتل: كان المهاجرون والأنصار يرثون بعضهم من بعض بالقرابة، ولا يرث من لم يهاجر إلا أن يوصي للذي لم يهاجر. ثم نسخ بما في آخر سورة الأنفال. ثم قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يعني هكذا كان مكتوبا في التوراة، ويقال في اللوح المحفوظ، ويقال في القرآن. إذا الكتاب هنا إما التوراة أو اللوح المحفوظ أو القرآن. مسطورا يعني مكتوبا. قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو الوحي الذي أوحي إليهم أن يدعو الخلق إلى عبادة الله عز وجل، وأن يصدق بعضهم بعضا، أن يصدق بعض الأنبياء بعضا. ويقال الميثاق الذي أخذ عليهم من ظهورهم، ويقال كل نبي أمر بأن يأمر من بعده من قومه بأن يخبروا ببعث محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فما من نبي بعث إلا وقد أخبر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيبعث، وأخذ العهود والمواثيق على قومه أن محمدا صلى الله عليه وسلم إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتركوا ما كانوا عليه من تعاليم وأمور وشرع النبي الذي كان أرسل إليهم. ثم قال: ومنك ومن نوح، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. لاحظ أول شيء ذكر العموم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم قال ومنك، فقدم الله عز وجل ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذكر غيره من الأنبياء الذين سبقوه عليهم الصلاة والسلام. الله. قال: في هذا تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه قد ذكر، لأن الله عز وجل قد ذكر جملة الأنبياء عليهم السلام ثم خصه بالذكر قبلهم، وكان عليه الصلاة والسلام آخرهم خروجا. ثم ذكر نوحا لأنه كان أولهم، كان أول الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم صلوات الله عليهم، لأن كل واحد منهم كان على أثر بعض أو على إثر بعض. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني عقدا وثيقا أن يعبدوا الله ويدعو الخلق إلى عبادة الله عز وجل، وأن يبشر كل واحد منهم بمن بعده. ثم قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فيا أيها الصادق لا تظنن بأن صدقك سيمنع السؤال عنك، بل ستسأل عن صدقك. ليسأل الصادقين عن صدقهم، لذلك قال أهل الله يوم القيامة: يسأل الله عز وجل المخلصين عن إخلاصهم. هذا الإخلاص التي من الله عليك به
وأنت تتمتع به ستسأل عنه. فلذلك قالوا إخال بعضهم إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. لذلك قال العلماء، أظن ورد في ذلك حديث، بأن الإخلاص سر من أسرار الله عز وجل يودعه قلب عبده المؤمن، فلا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، ما أحد يطلع على الإخلاص إلا الله سبحانه وتعالى، سر من أسرار الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، آمين آمين. ثم قال الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني أخذ عليهم الميثاق لكي يسأل الصادقين عن صدقهم، يعني يسأل المرسلين عن تبليغ الرسالة، هل بلغتم الرسالة؟ وكذلك يسأل العلماء. وجاء في الحديث لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منهم المعصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن علمه، عن علمه ماذا عمل به، ماذا عملت بعلمك، لما تعلمت، هل علمت، هل بلغت الرسالة. كل واحد منا سيسأل يوم القيامة، سيسأل يوم القيامة. قال ويسأل الوافين عن وفائهم. وروي في الخبر أنه يسأل القلم يوم القيامة فيقول له ما فعلت بأمانتي، الله عز وجل يسأل القلم فيقول يا رب سلمتها إلى اللوح حيث جرى القلم وكتب في اللوح المحفوظ، يقول سلمت الأمانة إلى اللوح. ثم جعل يرتعد القلم مخافة ألا يصدقه اللوح، فيسأل اللوح بأن القلم قد أدى الأمانة وأنه قد سلم إلى إسرافيل، يعني اللوح سلم الأمانة إلى إسرافيل، فيقول لإسرافيل ما فعلت بأمانتي التي سلمها إليك اللوح، فيقول سلمتها إلى جبريل، فيقول لجبريل عليه السلام ما فعلت بأمانتي، فيقول سلمتها إلى أنبيائك، فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون قد سلمناها إلى خلقك. لاحظ، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فذلك قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، يعني الذين كذبوا الرسل أعد الله لهم عذابا أليما. الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا منة الله عليكم بالنصرة. والحديث الآن قال إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب. الحديث الآن عن غزوة الأحزاب، هذه الغزوة العظيمة التي ثبت فيها المسلمون مع ما أحيط بهم من البلاء والمحن والمؤامرات، فكان لهم نصر الله عز وجل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة صالح بني قريظة وبني النضير على أن لا يكونوا عليهم، على أن لا يكونوا عليه ولا معه، يعني أناس حياديين، فنقضت بنو النضير عهودهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها، من المدينة. وذكر قصتهم في سورة الحشر. ثم إن بني قريظة جددوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن حيي ابن أخطب ركب
وخرج إلى مكة، فقال لأبي سفيان بن حرب: إن قومي مع بني قريظة وهم 750 مقاتلا، فحثه على الخروج على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من مكة إلى غطفان وحثهم على ذلك، ثم خرج إلى كنانة وحثهم على ذلك. فخرج أبو سفيان مع جماعة من أهل مكة، وخرج غطفان وبنو كنانة حتى نزلوا قريبا من المدينة مع مقدار 15,000 رجل، ويقال 18,000 رجل. ثم جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة، فجاء إلى باب كعب بن الأشرف وهو رئيس بني قريظة، فاستأذن عليه فقال لجاريته: انظري من هذا. فعرفته الجارية فقالت: هذا حيي بن أخطب. فقال: لا تأذني له علي، فإنه مشؤوم، إنه قد شأم قومه، يريد أن يشأمنا زيادة. فقالت له الجارية: ليس هاهنا. فقال حيي بن أخطب: بلى، هو ثم، هو جوا، هو في الداخل هناك موجود. بلى هو ثم، ولكن عنده قدر جشيش، ولكن عنده قدر جشيش لا يحب أن يشركه فيها أحد. لعله أراد بقوله ولكن عنده قدر جشيش، أراد بالجشيش هنا الحب المجروش. كانوا هم يأتون بالقمح ويجرشونه ثم يطبخونه ويضعون معه اللحم، قطع اللحم، وكان هذا طعاما فاخرا بالنسبة لهم. لعله أراد هذا، ولكن عنده قدر جشيش لا يحب أن يشركه فيها أحد. فقال كعب: أحفظني أخزاه الله. إيش يعني أحفظني؟ يعني أغضبني، أي وكأنه يتهمه بالبخل والجشع. إذني له في الدخول، فدخل عليه فقال لهم: يحييك مليكك، قد جئتك بعارض برد، جئتك بقريش بأجمعها، وكنانة بأجمعها، وغطفان بأجمعها، لا يذهب هذا الفوز حتى تقتل محمدا، فانقض الحلف بينك وبين محمد. فقال له كعب بن الأشرف: إن العارضة ليصيب بنفحاته شيئا ثم يرجع، وأنا في بحر لجي لا أقدر على أن أريم داري ومالي، والله ما رأينا جارا قط خيرا من محمد، ما أخفر لنا بذمة ولا هتك لنا سترا ولا آذانا، وإنما أخشى ألا يقتل محمد وترجع أنت وأقتل أنا. قال: لكم ما في التوراة، إن لكم يقتل محمد في هذا الغور، لأدخلن معكم حصنكم فيصيبني ما أصابكم. فنقض الحلف وشق الصحيفة، فقدم نعيم بن مسعود المدينة وكان تاجرا. طبعا نعيم بن مسعود الآن في هذه المرحلة كان كافرا، أتى المدينة ويريد الإسلام، ولكن ما أحد علم الآن بإسلامه ونيته. فقدم نعيم بن مسعود المدينة وكان تاجرا يقدم من مكة، فقال: يا محمد، شعرت أن بني قريظة نقضوا الحلف الذي كان بينك وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لعلنا نحن أمرناهم بذلك. فقال عمر: إن كنت أمرتهم بذلك وإن كنت لم تأمرهم بذلك فقتالهم علينا هين. فقال: ما أنا بكذاب، ولكن الحرب خدعة. ونعيم لم يسلم ذلك اليوم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة إلى كعب بن الأشرف يناشدوه الله والحلف الذي كان بينهم وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل، فأبى كعب بن الأشرف وجرى بينهم كلام وسب سعد بن معاذ. فقال أسيد بن حضير: أتسب سيدك معاذا يا عدو الله؟ ما هو لك بكفء؟ فقال سعد: اللهم لا تمتني حتى أشفي نفسي منهم. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوه الحديث. فانطلق نعيم بن مسعود إلى أبي سفيان فقال: يا أبا سفيان، والله ما كذب محمد قط كذبة، أخبرني أنه أمر بنقض الحلف بينه وبين بني قريظة. فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الجنود خندقنا على أنفسنا، فهل لك أن تخندق خندقا؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة وخندق وأخذ المعول بيده فضرب لكي يقتدي الناس به، فضرب ضربة فأبرق برقة حتى ظهر ضوء بضربته، ثم ضرب ضربة أخرى فأبرق برقة، ثم ضرب الثالثة فقال سلمان: لقد رأيت أمرا عجيبا، لقد رأيت ذلك، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسلمان: لقد رأيت ذلك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام الآن المذكور أحبابنا في هذه القصة فيه خلل، فيه نقص، فيه تقديم وتأخير، يعني الأمر يحتاج إلى، كما قلنا أكثر من مرة، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق غير هذا التحقيق الذي بين أيدينا، يعني لعله في نقص في عرض هذه المادة هذه القصة. المهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بالأولى قصور الشام، وبالثانية قصور كسرى، وبالثالثة قصور اليمن، فهذه فتوح يفتح الله عليكم. فقال ناس من المنافقين: يعدنا أن تفتح الشام وأرض فارس واليمن، وما يستطيع أحد منا أن يذهب إلى الخلاء، ما يعدنا إلا غرورا. فمكث الجنود حول المدينة 14 ليلة، فأرسل عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتنا تمر المدينة هذه السنة نرجع عنك بغطفان وكنانة، يعني تعطينا تمر المدينة بالمجان دون مقابل، يعني كأنهم يريدون رشوة كي يرجعوا عن قتاله، ونخلي بينك وبين قومك فتقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: فنصف ذلك التمر. قال: نعم. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والحارث بن عوف: لا الصواب فقال عيينة بن حصن قال عيينة بن حصن والحارث ابن عوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أحبابنا كيف في تقديم وفي تكرار بالكلام، هذه أخطاء، يعني أخطاء طباعية. اكتب لنا كتابا. فدعا بصحيفة
ليكتب بينهم. فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: يا رسول الله، أوحي إليك في هذا شيء؟ انظر أحبابنا إلى أدب الصحابة، أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء سؤال: هذا الذي تفعله أنت، تكتب لهم أن يأخذوا هذا التمر بالمجان، هل هذا وحي من الله عز وجل أم هو اجتهاد منك فقط؟ فقال: لا، ولكنني رأيت العربة رمتكم من قوس واحدة. يعني أنا خائف عليكم معاشر الأوس والخزرج، فأريد أن أدفع عنكم ما استطعت هذا الشر القادم إليكم. فقلت: أرد هؤلاء وأقاتل هؤلاء. فقالا: ما رجوا هذا منا في الجاهلية قط، أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا شراء أو قرا، إذا دخلوا ضيوفا نطعمهم، أما هكذا بالسيف والإذلال ما استطاعوا قط أبدا أن يأخذوا منا تمرة واحدة. هذا لما كنا في جاهلية وكنا متفرقين، فحين زادنا الله بك وأمدنا بك وأكرمنا بك نعطيهم الدنية، لا نعطيهم شيئا إلا بالسيف. فشق النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة وقال: اذهبوا فلا نعطيكم شيئا إلا بالسيف. فلما كان يوم الجمعة أرسل أبو سفيان إلى حيي بن أخطب أن استعد غدا إلى القتال، فقد طال المقام هاهنا، وقل لقومك يغدوا. فلما جاء بني قريظة الرسول فقالوا: غدا يوم سبت، يوم السبت لا نقاتل فيه. فقال أبو سفيان: ما شأن السبت؟ قال: قوم من الأمم يعظمون القتال فيه. قال أبو سفيان: نحن نؤخر القتال إلى يوم الأحد، هاتوا لنا رهونا أبناءكم نثلج إليهم، يعني اطمئنوا بذلك. فجاء رسول أبي سفيان إلى بني قريظة وقد أمسوا، فقالوا: هذه الليلة لا يدخل علينا أحد ولا يخرج من عندنا أحد. فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم بن مسعود أنه حق، وأن نقض العهد كان مكرا منهم. هنا كما قلنا في نقص في القصة أن نبنى أن نعيم بن مسعود لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، لم يكن قد أسلم بعد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسلمت وأنا حديث عهد بالإسلام ولا يعلم القوم. ونعيم بن مسعود كان له مكانة في عند اليهود وعند يعني مشركي مكة، كان تاجرا كما مر معنا. فأمرني ماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا واحد، يعني ماذا تفعل في هذه المعركة؟ على كل، عمي وري عنا ما استطعت. فما كان من نعيم إلا وضع خطة، ذهب إلى اليهود وقال لهم: إن قريش تريد أن ترجع إلى مكة ويريدون أن يغدروا بكم، لذلك أنا أنصحكم وأنتم أصدقائي تعرفون حبي لكم، أن تأخذوا 10 من زعمائهم وثيقة عندكم، فإن هم ذهبوا تقتلونهم. فأعجب اليهود بهذه الفكرة، فعاد ثم عاد إلى أبي سفيان وقال له: إن اليهود قد مكروا بكم وقد نقضوا عهدهم معكم،
ورجعوا إلى الحلف مع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم سيطلبون منكم 10 من زعمائكم كرهينة عندهم، كوثيقة عندهم، كي لا تغدروا بهم. ولكن الأمر على خلاف ذلك، هم يريدون أن يعطوا هؤلاء 10 إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلهم، فإن أتوا يريدون ذلك حذاري أن تفعلوا. فجاء اليهود وطلبوا من أبي سفيان، وقال نعيم لليهود: إن رفض أبو سفيان أن يعطيكم فاعلموا بأنه قد أراد أن يغدر بكم. فجاء اليهود وطلبوا من أبي سفيان ذلك، فرفض أبو سفيان لأنه علم بأن اليهود يريدون أن يعطوا هؤلاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال اليهود: صدق نعيم، إن زعماء مكة يريدون أن يعودوا وأن يسلمون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ففرق بينهم. لذلك قال: فوقع في نفس أبي سفيان من قول نعيم بن مسعود أنه حق، وأن نقض العهد كان مكرا منهم. فلما كانت الليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الخندق، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث الليل، ثم قال: من رجل ينظر ما يفعل القوم أدخله الله الجنة. وكانت ليلة باردة جدا وشديدة الرياح، فما تحرك منهم إنسان من الصحابة. ثم صلى الثلث الثاني فقال: من رجل ينظر ما يفعل القوم، فما تحرك منهم إنسان. ثم صلى ساعة ثم هتف مرة أخرى فما تحرك منهم إنسان من شدة البرد لا من خوف لاحظ. فقال: يا حذيفة. فجاء حذيفة فقال: أما سمعت كلامي منذ هذه الليلة؟ قال: بلى، ولكن بي من الجوع والقر يعني البرد لم أقدر على أن أجيبك. الذي منعني من الإجابة أمران: البرد والجوع. قال: اذهب فانظر ما فعل القوم، ولا ترمي بسهم ولا بحجر ولا تطعن برمح، يعني وإن كنت قادرا على ذلك إياك أن تفعل، ولا تضرب بسيف. فقال: يا رسول الله، إني لا أخشى أن يقتلوني، إني لميت، ولكن أخشى أن يمثلوا بي. فقال: ليس عليك بأس. الله، أخذ الأمان من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فلما قال هذا قال حذيفة: أمنت. الله، الثقة بما يتكلم به المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعرفت أنه لا بأس علي. فلما ولى حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فدخل حذيفة رضي الله عنه في عسكر قريش، فإذا هم يصطلون يعني يجتمعون على نار لهم، فجلس حذيفة في حلقة منهم فقال: أتدرون ما يريد الناس غدا؟ يعني الناس غدا ماذا سيفعلون؟ بدأ يسألهم، هم لا يعرفونه. قالوا: ماذا يريدون؟ قال: يقولون، يعني أهل العسكر، أين قريش؟ أين سادات الناس وقادتهم؟ فتجيبون فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو تفروا. فما زال ذلك الحديث يفشو في العسكر، يعني يقول لهم إن سادات قريش بعيدون عن المعركة، وإنما أنتم فقط القريبون من هذا القتال، فإما أن تقتلوا أو تهربوا. ثم دخل عسكر بني كنانة فقال: تدرون ماذا يريد الناس غدا؟ قالوا: ماذا يريدون؟ قالوا: يقولون أين بنو كنانة؟ أين ذروة العرب؟ أين رماة الحدق؟ فتجيبون، لاحظ، فيطرحونكم نحور العدو فتقتلوا أو يفروا. يعني صار يدخل إلى كل قوم ويقول لهم إن الناس يعني زعماء مكة سيقولون: أين قبيلة فلان؟ من باب التحريض على القتال، فإذا بكم تقدمون على القتال فتقتلون أنتم وهم يهربون.
ثم دخل عسكر غطفان فقال: أتدرون ماذا يريد الناس غدا؟ قالوا: ماذا يريدون؟ قال: يقولون: أين غطفان؟ أين بنو فزارة؟ أين أحلاس الخيول؟ فتجيبوا فيطرحونكم في نحور العدو فتقتلوا أو تفروا. قال: فبعث الله تعالى عليهم ريحا شديدة فلم تترك لهم خباء إلا قلعته ولا إناء إلا أكفأته، وقلعت أوتاد خيولهم وجالت الخيول بعضها في بعض، فقالوا فيما بينهم: لقد بدا محمد بالسر، فالنجاة النجاة. فركب أبو سفيان جمله معقولا وهو مربوط، فما حل عقاله إلا بعد أن انبعث. قال حذيفة: ولو شئت أن أضربه بسيفي أو أطعنه برمحي لفعلت، ولكن نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترحلوا كلهم وذهبوا، فرجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه عن العساكر وما فعل الله عز وجل بها، فنزل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم في الدفع عنكم إذ جاءتكم جنود من المشركين فأرسلنا عليهم ريحا شديدة وجنودا لم تروها من الملائكة، وذلك أن الملائكة عليهم السلام كبرت حوالي العسكر حتى انهزموا حين هبت بهم الريح، وهي ريح الصبا. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلك تعاد بالدبور. ثم قال الله تعالى: وكان الله بما تعملون بصيرا، يعني في أمر الخندق. ثم قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.